ناشئ عمر عبد الله الزعابي من ناشئة كلباء، عمري 13 سنة، أسكن في مدينة كلباء. أنا في المعهد، معهد تكنولوجيا، في الصف الثامن. أنا منتسب في مركز ناشئة كلباء عشان أمارس هواياتي. هواياتي هي تركيب برمجة الروبوت. كنت صغير كنت دائما احب اني ابطل واركب الالعاب الالكترونيه، من هذه الالعاب الهليكوبتر والسيارات الالكترونيه. فلما كبرت شفت اني اقدر امارس هذا الشيء في مركز الناشئه، فسمحت لي الفرصه اني انتسب لمركز الناشئه في قسم الروبوت. شاركت في مسابقات عديده، من هذه المسابقات WRO 2015، اماره سيسكلس 2016، فيكس اي كيو 2016، وانتسب ايضا وشارك ايضا قسم الروبوت في مهرجان ضواحي 4/2016 في الشارقه. وبعد سافرت المانيا مع وزاره التربيه والتعليم، سافرت هناك حتى اتابع مسابقه روبو كاب 2016 عشان انقل خبرتي اللي تعلمتها هناك وارجع بها لبلادي الغاليه. الشيء اللي جعلني اني اشترك للمعهد ميولي للروبوت، سمعت ان هناك اشخاص كثيرين يقولون ان عندهم في المعهد اهتمام كبير للتكنولوجيا، من هذه التكنولوجيا الروبوتات، فقلت ليش ما اسير هناك. بعد حاب اني اطور واكبر من مهاراتي، فانتسبت للمعهد وهذا هو انا اليوم. يلا شباب نتأكد ان الرافعة في القياس الصحيح، خلونا نتأكد انها تشيل النوعين من المكعب، النوع الصغير والنوع الكبير. نجرب. يس، شلت الكبير. والحين سلطانة باك تجرب هل انها تشيل المكعب الصغير ولا ما تشيله. تعال من هذه الجهة عشان داود يشوفك. سكر سكر سكر. ايوه سكر سكر. بعد ارفع ارفع. اوكي بس خلاص شلته. الحين شباب تأكدنا من ان الرافعة خلاص هي على القياس الصحيح. اوكي شوفوا الاوت بوت، تأكدوا من ان الوايرات داخلة على داخل. داود ممكن لو سمحت تتأكد ان السنسرز الانبوت مال السنسرز صحيح. شوف ايوه ثبتها من هذه الجهة. اوكي تأكد من هذاك السنسر ثابت صح. أشوفه. أوكي. على الارتفاع الصحيح. تأكد نرفع هنا شوية. شباب هو يصح الحين على هذه الطريقة لا؟ صحيح. ميزانية تصح له؟ أوكي. صحيح. يلا انزين شباب. الحين شو نشوف يا شباب شيء، شو هو الشيء لحظة شباب اللي ما انتبهنا عليه؟ في ايوه الكالبريشن. كالبريشن شو رايكم؟ خلونا نتاكد الحين نسوي كالبريشن عشان ما نتورط مع الكالر سنسر. انا زميل عمر في الروبوت وصديقه في نفس الوقت، اشوف ان هو محب وايد لهاي الالعاب الروبوت والتركيب، واللي حفزني عشان اشارك في الناشئه هو استاذ عماد. أتمنى أن عمر يحقق كل أمنياته ويخدم دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا اهتمت صراحة وايد في مجال الروبوت، وأول مرة دخلت فما كنت أعرف وايد عن الروبوت، فيوم قابلت عمر ساعدني في أشياء وايدة، فأشياء كنت أركبها أنا ما كنت أعرفها كنت أسأل عمر. عمر دائما ما كان يقصر وياي يساعدني، وأشياء ما كنت أعرفها يخبرني عنها أكثر. فأتمنى لين ينجح في حياته والله يوفقه.
طبعا المراكز الناشئه هذه بمكرمه من الشيخ سلطان لرعايه الشباب المبدع في اماره الشارقه، وهو وهذه المراكز موزعه على جميع المدن في الشارقه في اماره الشارقه لاستقطاب الناشئه المبدعين في هذه المجالات. انا متخصص في الروبوت، وفي عندنا من المبدعين او الناشئ عمر من المبدعين في هذا المجال، فاتعلم مع القسم الروبوت وشاركنا في اكثر من مسابقه، الحمد لله حصلنا على الكثير من الجوائز المحليه. تهتم مراكز الناشئة بتنظيم وإعداد البرامج والأنشطة التي تنمي قدرات ومواهب الناشئة، وهناك الكثير من البرامج والأنشطة منها الجانب الثقافي والجانب الرياضي، وقد برع الكثير في الجانب الثقافي من ضمنهم الروبوت والفنون والموسيقى. ومن ضمن هؤلاء الناشئة الذين ظهروا ولمعوا في هذا الجانب هو الناشئ عمر عبد الله، حيث كان عمر شغوفا بهذا الجانب وهو جانب الروبوت واهتم فيه به كثيرا، ونحن إن شاء الله بجانبنا سنرعى ونهتم بهذه الفئات أو بهذه الشريحة وخاصة أصحاب المواهب ونطورها ونهتم فيها. إن هذا التطور وهذا الاهتمام جاء بدعم وتوجيه سامي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونحن بدورنا نشكرهم على هذا التوجه وهذه الرعاية، ونتمنى إن شاء الله لهذه الفئات المتميزة والموهوبة الرقي والتقدم، ونتمنى لهم إن شاء الله أن يكونوا في مصاف الشخصيات التي ظهرت خاصة في الجانب الروبوت من دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شايفين نحن في أبوظبي مشاركين في أولمبياد الروبوت العالمي مع مركز الناشئة. هذه الأولمبياد تتكون من ثلاث فئات اللي هي الفئة الأولى والثانية والثالثة، نحن مشاركين في الفئة الثانية اللي هي الجونيور هاي. موضوع هذه المسابقة اللي هي بالذات مسابقتنا بالضبط أن الروبوت لازم يروح عند أربع مصانع، بيصير عند كل مصنع وبيشوف هذا المصنع شو طلبه من الحاويات، من حاويات القمامة مثلا بيطلب حاوية كبيرة أو حاوية صغيرة، وفي النهاية أتمنى أني أفوز وأطلع المركز الأول. لما دخلت الروبوت كان لدي طموح أني أصنع أجهزة تفيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي النهاية أتمنى أني أشتغل مهندس من مهندسي مركز علوم الفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.